النسيج العضلي هو واحد من الانسجه الرئيسيه الاربعه. احنا اخذنا الابيثيليوم وانواعه تطبيقاته والموديفيكيشن اللي يصير فيه في اماكن مختلفه من الجسم، واخذنا الكونكتيف تيشو انواع ايضا والانواع المتخصصه منها، اخذنا الكارتليج والبون، وبعد راح ناخذ الاولاد. اليوم موضوعنا هو النوع الثالث وهو المسكولار تيشو، وبعد عندنا موضوع يعني نسيج رئيسي ثاني رابع هو النيرفوس تيشو. اليوم موضوعنا هو المسكولار تيشو، النسيج العضلي. النسيج العضلي طبعا راح اركز في هذه المحاضره على اشياء مهمه اركز عليها، ولازم يعني نهايه المحاضره تكون هاي الاشياء متحققه. الشيء الاول هو لازم نعرف be able to name and identify the three types of muscles. لازم نعرف انواع واسماء الانواع الثلاثه للمصل by light microscope نكتشفها يعني نتعرف عليها و and electron microscope. الشيء الثاني اللي نركز عليه هو structural basis of muscle striation ايضا by light microscope and electron microscope. الاساس التركيبي للستريشن يعني بنعرف احنا العضلات مخططه، شنو الاساس التركيبي لهذا يعني لهذا الموديفيكيشن لهذا الشكل. الشيء الثالث هو لازم نعرف الستركتشرال اليمنت للكونتراكشن، شنو العناصر الرئيسيه التركيبيه اللي تولد الكونتراكشن للعضله وبالتالي للجسم بشكل كامل. وراح نمر بشكل سريع على المصل انيرفيشن، واخيرا راح نمر بشكل سريع ايضا على الريجنريشن اوف ذا مصل. اذا تعرضت المصل الى اذى شنو راح يصير تعويض لهذا التلف او ما يصير تعويض، واي نوع من يعني من المصل اللي يصير له ريجنريشن، واي نوع يصير يعني ما يصير له ريجنريشن، يعني يا نوع يصير له ريجنريشن واي نوع ما يصير له ريجنريشن. احنا نعرف المصل هي بشكل عام ثلاث انواع، نوع نسميه السكيليتال مصلز هذا موجود بشكل رئيسي ويعني اسوشيتد وذ بون، ونوع اخر اللي نسميه الكاردياك مصل فايبر موجود بشكل خاص اكسكلوسيفلي ان ذا وول اوف ذا هارت، والنوع الثالث هو السموث مصل موجود بال walls of hollow organ مثل intestines and blood vessels الامعاء والاوعيه الدمويه. النوع الاول السكليتال مصل، السكليتال مصل بشكل عام راح نشوف العضله نشوفها بالمجهر هي عباره عن سترايتد اند فولنتري يعني او مخططه واراديه، عضلات اراديه يعني تشتغل بعاز من الجهاز العصبي. زين، راح نشوفها بالمجهر الضوئي، المواصفات بالمجهر الضوئي راح نشوف الخلايا عبارة عن ترانسفير دارك اند لايت باند، راح نشوفها سترايتد، راح نشوف بها خطوط عرضية ترانسفير دارك اند لايت فاتحة وغامق. راح يكون بشكل رئيسي هذا يعني سكليتال مصل يعني ان اتاتش وذ ذا سكليتون وذ الهيكل العظمي مثل ما قلنا دائما اسوشيتد وذ ذا بون. بعد الخلايا يعني المصل السكليتال مصل تكون متطاوله ودائما نشوف يعني وياها اكو نوع اخر من الانسجه هو الكونكتيف تيشو ان بتوين. اذا skeletal muscle form of elongated cells اللي هي elongated cell muscle fiber and connective tissue in between. The connective tissue arrange around each individual fiber and in between. راح يغلف العضلة بشكل مفرد يعني muscle fiber ويغلف الباند أو الـ vesicles of muscles ويغلف العضلة بشكل عام. إذا لوسك يعني عبارة هو عن connective tissue arrange around in each around and in between muscles fiber and bundle. هنا
الكونكتيف تيشو طبعا احنا نعرفها راح يوفر للعضله هو كولكشن يجمعها ويحتويها، بالاضافه الى يسوي كوندكشن، يسوي لها كوندكشن، يعني كوندكشن يعني الايصال التوصيل او الايصال. ليش؟ لانه يحتوي على البلاد فيزلز، يحتوي على الليمفاتيك فيزلز، اند يحتوي على النيرف فايبر. راح يتقسم هذا الكونكتيف تيشو اللي يحيط او اللي بين الالياف العضليه الى ثلاث انواع: الابيميزيوم والبيريميزيوم والاندوميزيوم. البيريميزيوم الابيميزيوم هو يغلف العضله بشكل عام بشكل رئيسي من الخارج. والبيريميزيوم راح يعني يكون حول البندلز او نسميه الفيزيكلز، حول حزمه الالياف العضليه بالداخل. والاندوميزيوم راح يحيط بكل مسل فايبر اندفجوالي بشكل مفرد. اذا الابيميزيوم بالخارج واللي راح يغلف الفيزيكلز او الباندز الباندلز نسميه البيريميزيوم، واللي بالداخل اللي يغلف العضله بشكل مفرد هو الاندوميزيوم. طبعا اللي بالخارج راح يكون دينس كونكتيف تيشو، واللي يحيط بالفايبرز مسل فايبر بشكل مفرد هو عباره عن لوس كونكتيف تيشو، واللي يحيط هذا هو ان بتوين. زين، لو نلاحظ السكيليتال مسل بالمجهر راح نشوفه عباره عن سلندريكال ان شيب، يعني عباره عن لونج اند سلندريكال ان شيب، تكون اسطوانيه متطاوله. الصفة الأولى الرئيسية لو شاهدناها بالمجهر الضوئي. بعد راح نشوف هي راح نشوف النيوكليوس مالتها أو النيوكليا يكون ملتيبل بريفرال اند الونجيتد. الأنوية مالتها راح تكون متعددة، هي الونجيتد اور اوفل، وتكون بريفرال بالطرف. بعد ايش راح نشوف بالمجهر الضوئي؟ راح نشوف سترايشن. السترايشن جاي من قلنا من يعني تو اريا اللي هي دارك اللي نسميها اي باند، واللايت اللي نسميها اي باند. راح نشوف بنص المنطقة الغامقة اللي هي الاي باند منطقة نسميها منطقة فاتحة بيل، منطقة فاتحة نسميها الادزون. بنص هذه الادزون ايضا المنطقة الفاتحة، المنطقة الغامقة راح نشوف نصها منطقة، يعني المنطقة الغامقة اللي هي اي باند راح نشوف نصها منطقة فاتحة نسميها الادزون. المنطقة الفاتحة اللي هي الاي باند راح نشوف نصها خط غامق نسميه زت لاين. المسافة بين تو زت لاين هو يطلع عندنا تركيب اخر نسميه ساركومير. اذا الساركومير هو عبارة عن ديستانس بين تو سكسسيف زت لاين called sarcomere. هذا اللي هو يعني وظيفته الرئيسية هو يعمل ك unit of muscle functional unit of muscle، اللي من خلاله راح يصير sarcomere، من خلاله راح يصير contraction and relaxation. إذا المسل فايبر عرفنا وتركيبه من الخارج بالمجهر الضوئي، راح ندخل داخل الخلية. ايش راح نشوف myofibrils. myofibrils هناك المسل فايبر، ندخل بالمجهر الالكتروني راح نشوف مايو فيبرز الليفات العضليه. الليفات العضليه راح نشوفها بالسيتوبلازم، راح نفحص بالمجهر الالكتروني ندخل داخل المسل فايبر، يعني نفحص الشكو موجود بالسيتوبلازم اللي نسميه هنا بالعضله نسميه ساركوبلازم، نسميه ساركوبلازم. راح نشوفه مليء بالمايو فيبرز، المايو فيبرز الليفات العضليه. هذه الليفات العضليه تتكون من نوعين من الالياف العضليه، المايوفيلمنت يعني هسه عندنا مسل فايبرز مايوفيبرلز، والمايوفيبرلز بنوعين اللي نسميها المايوفيلمنت اللي هي ثيك مايوسين فيلمنت اللي يحتوي على اللي يكون بالاي باند، وثين اكتين فيلمنت الموجوده بالاي اند بالاي اند اي باند. Then the arrangement of actin and myosin filament يعني راح يعطي المايوفيبريلز ساتريشن. هنا لو نشوف بالصورة، إذا بشكل عام عندنا
دارك اند لايت باند هو اللي انطتنا الستريشن. الدارك باند سميناها اي باند، واللايت يعني اريا نسميها اي باند. منتصف الدارك باند او الاي باند اكو منطقه نسميها الاد زون تكون فاتحه، ومن بمنتصف المنطقه الفاتحه اكو خط غامق نسميه زد لاين. زد لاين المسافه ديستانس بين تو زد لاين يسوي لنا الساركومير، يسوي لنا الساركومير. طبعا المنتصف الزد او الاد زون المنطقه الفاتحه بنص الاي باند اكو خط خفيف نسميه الام لاين، نسميه الام لاين اللي هو عباره عن تكنس بالمايوسين مايو فبريل، لا مايو فيلمنت، مايو فيلمنت. اذا عندنا مايو فبريلز متكون من نوعين من مايو فيلمنت، هي الاكتين ثيك فيلمنت سوري المايوسين الثيك فيلمنت والاكتين الثين فيلمنت والاكتين الثين فيلمنت. هنا طبعا راح نشوف ليش المنطقه الغامضه طلعت غامضه والمنطقه الفاتحه ليش كانت فاتحه، سناخذها بالتفصيل ان شاء الله. زين هنا العضله بشكل عامل بشكل كام تام الماسل فيسيكلز، وهنا الماسل فايبرز واحده من عندهم دول اخذناها، راح نشوف تحتوي على المايوفيبريل، المايوفيبريل اللي يظهر لنا الستريشن، والمايوفيبريل بالمايوفيلمنت قلنا نوعين الثيك مايوسين والثين، الثين هو الاكتين، ثين الاكتين. طبعا الاكتين هو عباره عن جاي من بروتين جي نسميه جي اكتين مولكيول من جزيئه جلوبيولر نسميه جي اكتين، هذه يعني تتسلسل مع بعضها تكون على شكل اف اكتين فيلمنت، تشكل على شكل خيط نسميه اف اكتين فيلمنت، اف اكتين فيلمنت. اما المايوسين ب تو يعني تشينز سلسلتين يعني ملتفه على بعضها، وكل واحده من عندهم بها مايوسين لايت تشين اند مايوسين هيفي تشين. بعد اذا نشوف بالساركوبلازم او السيتوبلازم راح اللي بداخل الخليه العضليه راح نشوف ساركوبلازم ريتيكولوم، ساركوبلازم ريتيكولوم. هنا تكون الساركوبلازم ريتيكولوم بالمصل تكون well organized. ليش؟ لانه تحتاج المصل تحتاج الى كالسيوم بشكل مستمر لاجل يعني حتى يصير يعني contraction and relaxation. فالوظيفه الرئيسيه للساركوبلازم ريتيكولوم او السموث اندوبلازم ريتيكولوم بالخليه العضليه هي سكويستر كالسيوم ايون. شنو سكويستر؟ سكويستريشن تسوي للكالسيوم، يعني تخزن الكالسيوم اند ريليز، تخزن الكالسيوم وتطلق الكالسيوم وقت ما تحتاجه العضله. هنا راح يكون تركيبها قلنا ويل اورجنايز، راح يكون تركيبها خاص بالعضله، راح مثل ما نعرف الشبكه الاندوبلازميه هي عباره عن ممبرين ليميتد تيوبولز، ممبرين عباره عن انابيب غشائيه، انابيب غشائيه. وتحيط كامل المايو فيبرلز، المايو فيبرلز او المايو فيلمنت، المايو فيبرلز. زين هنا راح يكون في تركيب بها خاص بالشبكه الاندوبلازميه او الساركوبلازم ريتيكولوم، راح يكون تتوسع او تنتفخ في مكان خاص نسميه اكسبانشن، اللي راح يكون مع الانفاجينيشن من البلازما لما للداخل لداخل الخليه العضليه راح يكون لنا تركيب نسميه الترايت، تركيب نسميه الترايت اللي من خلاله راح ينتقل يعني يجي الانبص ويجي يعني يصير الديبولاريزيشن ويتحرر الكالسيوم من الشبكه الاندوبلازميه. راح نشوفها بالرسم. هنا قلنا الشبكه الاندوبلازميه عباره عن ممبرين ليميتد تيوبولز، هذه الممبرين ليميتد تيوبولز انشيف ذا هول مايوفيلمنت، مايوفيلمنت او المايوفايبرز،
وتحتوي على اكسبانشن نسمينا هذا الاكسبانشن نسمينا التيرمينال سيستيرنا تيرمينال سيستيرنا. بالاضافه الى راح ينزل فد ايفاجينيشن من البلازما لما للخليه العضليه للداخل مع الاكسبانشن او التيرمينال سيستيرنا للشبكه الاندوبلازميه يولد لنا تركيب نسميه ترايد نسميه ترايد. نجي لانواع السكريتال مصل، هل هو نوع واحد ام عده انواع؟ طبعا هناك عده انواع من السكريتال مصل فايبر، سكريتال مصل فايبر بالاعتماد على المايوجلوبين كونتنت، نمبر اوف ميتوكوندريا، اند سبيد اوف كونتراكشن. طبعا هذه بالانسان راح نشوفها، راح السكريتال مصل عباره عن ميكستشر اوف ذيس فايبر تايبس، ما راح نشوف نوع واحد وانما هو ميكستشر لهذه الانواع الثلاثه. الريد فايبر راح يكون تحتوي على مور مايوجلوبين اند مور ميتوكوندريا اند كيبابل اوف سستين كونتراكشن. سستين كونتراكشن يعني تكون الحركه سلو اند ستيدي، تكون سلو الحركه بس تكون قويه. ولذلك سميناها السلو فايبر. هاي نشوفها بالبوستشرال مسلز بالعضلات اللي تحافظ على التوازن تسوي بالانس من الجسم اند باللمس بالاطراف. النوع الثاني هو الوايت فايبر، راح نشوف بلو ليس مايوجلوبين اند فيور ميتوكوندريا، والحركه مالتها تكون سريعه لكن يعني وقت قصير كويكلي وذ بريف فيرست. هاي نلقاها ايضا بالاكسترا اوكيولار مسل، هاي اكو ست عضلات موجوده بالعين نسميه الاكسترا اوكيولار مسل. النوع الثالث هو قسم من يعتبروا سب ديفيجن اوف وايت، هذه هي مزيج بين النوعين، مزيج بين النوعين بين الفايبر والريد فايبر والوايت فايبر. الحقيقة احنا العضلة ترتبط ويا العظم، اللي يربط العضلة بالعظم هو التندم، راح يكون في التركيب خاص سميناه مصل تندم جنكشن. مصل تندم جنكشن شلون راح يكون الارتباط بين التندم الوتر و والخلية العضلية؟ راح يكون هو تحويرات بالخلية العضلية وتحويرات بالتندم. طبعا التحويرات اللي تكون بالتندم هو التندم يحتوي على كولاجين فايبر. الكولاجين فايبر راح بليند وذ ابيميزيوم اند بنتريت ذا مسل الونج وذ بيريميزيوم. هاي التحويرات راح يلتف الكولاجين فايبر يطلع من التندم يلتف حول البيريميزيوم ويدخل الابيميزيوم ويدخل على طول البيريميزيوم، فيكون راح يكون ارتباط قوي. قرب الجكشن بين التندم والمصل راح تكون تحورات ايضا بالمصل سيلز. المصل سيلز البلازما مالتها راح يكون اولا الخليه راح تكون تيبر تكون دقيقه مستدقه يعني البلازما ممبرين مالتها او الساركوبلازم يكون انفولدنج يسوي انفولدنج. والكولاجين راح يدخل الكولاجين اريتيكولار فايبر لهذا الفولدنج يعني تصير شابك وياه ويدخل بنتريت ذا بيزل لامنا ان اتاش دايركتلي تو اوتر سيرفيس اوف ساركوبلازم. من الناحيه الثانيه الاكتين والمايوسين، الاكتين فيلمنت اللي بالانر سيرفيس اوف ساركوبلازم راح تسوي استبلايزيشن اند اسوشيشن بتوين ذا كولاجين فايبر، فراح يكون الارتباط بين المصل والتندم يكون يعني تايت قوي ويكون حتى ما يصير انفصال بين التندم لانه العضله هي تحرك العظم بواسطه التندم اللي ربطها التندم. فهذه التحورات بالتندم وتحورات بالمصل فايبر منطقه التقاء التندم بالمصل. موضوع اخر شلون راح يكون المصل انرفيشن. الموضوع الاخر المصل انرفيشن شلون يكون التعصيب او امداد العصب للعضله. طبعا السكريتال مصل هي يعني
فولنتري تتحرك بشكل ارادي بشكل ارادي يعني مسيطر عليها عصبيا. ف الانرفيشن للسكيليتال ماسل نوعين، اما موتور نيورون فد يعني تمدلها عصب وينقل يعني الاوامر الاكشن الى المصر حتى يتحرك، او بالعضله او بالمصر اكو هناك سنسر ينقل الاحساس الى العضله، يعني ينقل الاحساس الى البرين او الجهاز العصبي. اذا النوعين موتور نيورون وسنسر، احنا راح ناخذ هالنوعين بس ما ناخذهم بالتفصيل يعني لانه انواع هواي اكو. بعد المنطقه اللي يتصل فيها الموتور نيورون او اللي يحرك العضله نسميه موتور اند بليد، موتور اند بليد تتكون طبعا من ثلاث اجزاء رئيسيه. المنطقه نسميها البي ساينتيك كومبوننت اللي هي نهايه العصب، ويكون على شكل نهايه العصب راح ينتفخ بشكل نسميه البوتون، ومنطقه بين العصب والخليه العصبيه نسميها الساينابتيك كليفت، ومنطقه ثالثه هي البوست ساينابتيك كومبوننت اللي تحتوي على الساركوبلازم او يعني تحتوي على الخليه العضليه ويعني الغشاء الخلوي للخليه العضليه. هنا راح نشوفها بالرسم. قلنا حتى تتحرك العضله لازم يصير يمتد لها عصب، العصب هو النير فايبر، النيرف فايبر باكزونز. الاكزون طبعا محاط بيش بالمايلين، راح يختفي المايلين منطقه التقاء العصب نهايه العصب، وينتفخ على شكل بلازما لمامال العصب، ينتفخ على شكل تركيب نسميه البوتن. تبقى هنا بس تحيطها المايلين شيف، المايلين شيف الشوان سيلز. اذا هذا العصب منطقة الالتقاء ويا العضلة راح ينتفخ يسوي لنا البوتن او نسميه بري ساينابتيك كومبوننت او بوتن بري ساينابتيك اللي هو البوتن. والمنطقة اللي تربط المساحة او السبيس بتوين ذا نير فايبر اند مصل نسميها الكليفت ساينابتيك كليفت. اما المنطقة اللي يعني تخلي الخلية العصبية نسميها بوست ساينابتيك كليفت اللي تحتوي على البلازما ممبرين للبلازما لما او اوف مصل سيلز. اذا البوتون للخليه العصبيه والكليفت البري ساينابتيك والكليفت والبوست ساينابتيك. البري ساينابتيك يحتوي على الخليه يعني النير فايبر ونتفق بالنهايه نسميه البوتون. هنا البوتون يحتوي على ميتوكوندريا ويحتوي على فيزيكلز. فيزيكلز هذه تحتوي داخلها على النيورو ترانسميتر اللي هي الاسيتايل كولين، الاسيتايل كولين. اما جهه الخليه العصبيه البوست ساينابتيك فهنا أنا تحتوي على في بعض الاحيان نشوف سكندري ساينابتيك كليب. هنا البلازما ممبرين او البلازما مال الخليه العصبيه ايضا يسوي يعني فولدنج مكون سكندري ساينابتيك كليفت حتى لزياده المساحه السطحيه. اذا الكليفت المساحه السبيس بين ذا بوتون اند المسل سيلز نسميه برايمري ساينابتيك كليفت، واكو سكندري ساينابتيك كليفت هو التحورات اللي يصير او الفولدنج اللي يصير بالخليه بالبلازما لما او البلازما مبرين اوف مسل سيلز مسل سيلز. طبعا الكليفت هو يعني كونتينيشن بتوين يحتوي على الكولاجين فايبر، هو يعني ينقل طبعا هنا الفيزيكلز من راح تتحرر من البوتونز راح تنطي هاي الفيزيكلز راح تتحد ويا البلازما ممبرين مال الخليه العصبيه، وبالاكسوسايتوسس راح تطرح الاستايل كولين.
ستايل كوني يروح للسبيس للكليفت وبعدين تستلم المستلمات الريسبترز الموجوده بالغشاء الخلوي للمسل سيلز حتى ينقل الامبلس للخليه العضليه. من ينقل راح يسوي ديبولاريزيشن ينزل بالتي تيوبولز او الترايكت بالتي تيوبولز مال الخليه العضليه. هنا راح يحفز ينقل الديبولاريزيشن او الاكشن الى الشبكه الاندوبلازميه. من تدخل الشبكه اللي راح تطلع تطرح الكالسيوم هاي راح ناخذها لانه الكونتراكشن ما يصير الا بجزيئه اي تي بي اند كالسيوم ايون هنا انا الاكزونز راح نشوفه مره في بعض الاحيان اكزون تيرمينيت ان ون مسل فايبر وفي بعض الاحيان يعني عده مسل فايبر فنسميها موتور يونت صورة بالشبكة صورة بالمجهر الالكتروني. النوع الاخر من النرفيشن بالمسل هو من خلال سنسرز سنسري او نسميه ريسبترز موجودة بالسكليتال مسلز. هذه هي عبارة عن احنا طبعا السنسر بالجسم موجود بسبعة بالسكن واثنين بالسكليتال مسل. الموجودة بالسكريتال مصر هي كابسوليتد. احنا طبعا ريسبتر قسم كابسوليتد قسم انكابسوليتد قسم يعني مو كابسوليتد. فهنا الريسبتر الموجودة بالسكريتال مصر هي من نوع الكابسوليتد يعني محاطة بكابسول عبارة عن كونكتيف تيشو كابسول سراوندينج ذا فلويد فيل سبيس واللي يحتوي على few long thin muscle fibers and some short thinner fiber اللي نسميها intrafusal fiber. وبعد راح نشوف several يعني راح بهذه التركيب الكابسول بداخل المسل فايبر وطبعا هي تتحور المسل فايبر داخل السبندل قسم من عندها راح اولا تفقد الستريشن الانويه راح تكون على شكل باق تتجمع ونوعين يكون اما على شكل باك او على شكل تشينز. راح يجي العصب ويلتف حوله على سبايرال ويطلع حتى ينقل الاحساس طبعا تفاصيل بها هوايه يدخل يعني ينقل الاحساس من السكليتال مصل الى سي ان اس الى يعني سباينال كورد ومنها بعدين للبرين حتى ينقل يشعل الجسم. فائده السبندل هنا هي تحافظ لنا على الكوردينيشن بودي بوستشر يعني كوردينيت اكشن. يعني واحد مثلا واقف يعني صاعد بسياره كبيره وما لقى مكان ظل واقف وقفت السياره يعني فجاه فهو راح يتحرك. من يتحرك هل يبقى بهاي الحركه او يرجع؟ فمن اللي يسوي هذه الحركه الكوردينيشن واللي يحافظ على الجسم يسويها السبندر المسل سبندر المسل اللي تسوي اللي تحافظ على البودي بوستشر اند كوردينيشن. زين موضوع اخر هو الكونتراكشن. الكونتراكشن بالعضله راح نشوفه منين يتركب. احنا قلنا الساركوميرز هو الفانكشنال يونت اوف كونتراكشن. راح نشوفه منين يتكون وشنو يعني النظريه اللي من خلالها اللي هي ثيوري اوف سلايدنج اللي من خلالها راح يصير الكونتراكشن. الكونتراكتايل ابيراتس منين يتكون؟ احنا تعرف المسل سيلز او المسل فايبر هي عن سنجل سيلز ويز وان نيوكليوس. هذه المسل فايبر راح تحتوي على المايوفيبريل بي سترايشن. كل مايوفيبريلز متكون من ساركومير. الساركومير متكون من ثيك اند ثين فيلمنت والزيت لاين هو الاند اوف ساركومير. الثيك اند ثين فيلمنت راح سلايد اوفر وان انذر راح يسوي شورتنج المسل during contraction. اذا النظريه هي عند مسل سير مسل فايبر بي مايوفيبريل بي سترايتد والمايوفيبريل تحمل يونت نسميه الساركومير. الساركومير متكون من ثيك اند ثين فيلمنت والزيت لاين هو نهايات الساركومير. فمن يصير حركه السلايند للثيك للثين فيلمنت اوفر ذا ثيك فيلمنت يسوي لنا الكونتراكشن يسوي لنا شورتنج
الان يسوي لنا الكونتراكشن. هذه الابريتس الجهاز اللي يسوي لنا الكونتراكشن. هنا انا شوف الزت لاين، الزت لاين هو نهايه الساركومير. من يصير سلايدنج للاكتين اللي هو الثين فيلمنت اوفر ذا ثين ثيك فيلمنت، راح يصغر الزت لاين وتصغر الاتش زون، تصغر الاتش زون، وبهالحاله راح يصير كونتراكشن. بالريلاكسيشن راح يزحف او سلايدنج للثين فيلمنت الاكتين اوفر ذا ثيك فيلمنت، وراح الزت لاين يكبر، راح الزت لاين يكبر، وهذه بحالات نسميها ريلاكسيشن. الريلاكسيشن اذا بحاله الريلاكسيشن راح يتوسع الزت لاين، تتوسع الادج زون، الادج زون، وبالكونتراكشن راح تقل الادج زون، ويعني الزت لاين تقلل المسافه بين تو زت لاينز. سلايدنج هناك الابريتس، وقلنا هنا الثيوري، الثيوري هي يعني تعتمد على الكونتراكشن فيلمنت اوف سلايد اوفر ذا ثيك فيلمنت. ثيك فيلمنت هي المايوسين، هذا يحتوي على هيد اللي هو يسحب الاكتين فيلمنت نسميه مايوسين هيدز، والثين فيلمنت هي اللي تتحرك ثابت، المايوسين ثابت بي هيد ويسحب الاكتين اللي هو صاير فوقه يسحبه حتى يسوي الحركه. هاي العملية تحتاج كالسيوم اللي يجينا من ساركوبلازميك ريتيكولوم، وتحتاج اي تي بي، تحتاج اي تي بي. هنا عملية الكونتراكشن المرحلة الأولى طبعا نسميها الكروز بريدج، كروز بريدج سايكل. هنا تبدأ العملية أولا اتحاد الاي تي بي مع المايوسين هيد، راح يسوي ديتاتشمنت المايوسين هيد من الاكتين المرحله الاولى. المرحله الثانيه طبعا هو ما راح يصير ديتاتشمنت الا ان تجي تتحد بي اي تي بي، تتحد بي اي تي بي. من اتحدت بي اي تي بي راح يصير ديتاتشمنت، راح ينفصل من الاكتين. الخطوه الاولى طبعا السايكل هذه كل واحد يبدي من مرحله معينه، هنا اربع مراحل، فاحنا نبدي من مرحله ديتاتشمنت اوف مايوسين هيد من الاكتين. قلنا المرحله الاولى من يتصل بالاي تي بي بالمايوسين هيد راح يسوي ديتاتشمنت ينفصل من الاكتين. المرحله الثانيه مرحله تحلل من وصله الاي تي بي، راح يتحلل الى اي تي بي اند بي فوسفيت، مجموعه فوسفيت، راح يسوي كوك، راح يحركه يسوي اكتيفيشن للمايوسين هيد، اكتيفيشن راح يكوك ذا مايوسين هيد، راح اول مره الديتاتشمنت، بعدين راح يسوي كوك. يعني ليش؟ لانه هو من تحللت راح اجتها طاقه فيسوي اكتيفيشن. المرحله الثالثه بالتعاون مع الكالسيوم، من راح يجي الكالسيوم راح ويرتبط ويا التروبونين محل ارتباط الكالسيوم بالاكتين، راح يسوي كونفورميشن، يفتر الاكتين حتى يتصل المايوسين هيد مره ثانيه بي، حتى يتصل المايوسين هيد بي. فالمايوسين هيد اتاش تو اكتين وايندنج سايت وذ ذا هيلب اوف كالسيوم. هنا رجع ارتباط مره ثانيه. شنو اللي خليه من يتحرر الاي دي بي ومجموعه الفوسفيت من المايوسين هيد راح يسوي ستروك، راح يدفع الاكتين، راح يدفع يسوي ستروك، يدفع جزيئة الاكتين اللي ارتبط بها. فهي ثلاث اربع مراحل راح نستعرضها هنا. اول مره يرتبط الاي تي بي ويا المايوسين هيد، هذا راح يسوي له ديتاتشمنت ريليز فروم ذا اكتين فيلمنت. المرحله الثانيه هي هايدروليس اوف اي تي بي، راح يسوي اكتيفيشن كوكس ذا مايوسين هيد، يدفعه لما يمسين هيد. راح المرحله الثالثه هي راح يتصل ويا الاكتين وذ هيلب اوف كالسيوم، راح هذه المرحله تكون متزامنه ويا ارتباط الكالسيوم بالاكتين، يعني مكانه هو اللي نسميه التروبونين او يعني الكالسيوم سايت بايندينج سايت بالاكتين، راح يفر راح بهالحاله راح يرتبط به منه، يرجع يرتبط المايوسين هيد. من ارتباط بي راح تتحرر من عند الاي تي بي ومجموعه الفوسفيت ويسوي له ستروك، يدفع للاكتين
ويسوي له انزلاق سلايدنج اوفر لمايوسين فيلمنت. طبعا كل مايوسين فيلمنت ب تقريبا 350 مايوسين هيد بير ثيك فيلمنت. الكالسيوم بايند اند ان بايند للثين فيلمنت تقريبا كل خمس مرات كل سكند. النوع الثاني من المصل هو الكاردياك مصل. كاردياك مصل ايضا سترايتد انفولنتري، هنا فولنتري هنا انفولنتري، طبعا الخلايا يعني العضلات القلبيه هي انفولنتري. راح تحتوي يعني شوف مقارنه تكون تحتوي على سنجل اوفال نيوكليوس، سنجل اوفال سنترال نيوكليوس. هناك قلنا فلاتند بيرفرال ملتيبل بالسكليتال مصل، هنا سنجل مو ملتيبل واوفال هناك فلاتند، والتكون بيرفرال هنا سنترال للنيوكليوس. الصفه الثانيه السيتوبلازم راح يحتوي على كلايكوجين لانه يحتاج طاقه مستمره، ويحتوي ايضا على اللايبوفوزين، قلنا هذه من الخلايا العضليه من الخلايا اللي ما تطرح يعني مفضلاتها فتحتفظ بها على شكل هي والخلايا العصبيه على شكل لايبوفوزين. تحتوي على عدد كبير من الميتوكوندريا يحتاج طاقه لانه القلب دائما يشتغل، بالاضافه الى يعني المايوفيلمنت. وتكون الخليه العضليه تكون هناك سلندر غير متفرع، هنا تكون متفرع. الصفه الرئيسيه هي تكون برانشد بات شورتن ذان سكيلتال مصل، ولذلك راح يطلع عندنا تركيب نسميه الانتركليتد ديسك اللي يربط خليه عضليه مع خليه اخرى. ليش؟ لانه تكون شورتر ذان سكيلتال مصل. الديسك هذا او الانتركليتد ديسك يظهر على شكل دارك لاين. هنا شوف صوره بالمجهر الالكتروني، هنا السلترايشن النيوكليوس تكون بالسنتر وسنجل وبالسنتر وسنجل اوفر يختلف. راح نشوف ايضا السترايشن يعني دارك ودارك ولايت باند، وراح نشوف الكلايكوجين ومحتويات الخليه بشكل عام واتصرف اندوبلازميك ريتيكولوم رايبوسوم وشبكه اندوبلازميه وكل محتويات الخليه. ايضا الشيء المهم هنا نشوف عدد كبير من الميتوكوندريا صايره على شكل تشين على شكل سلسله، بالاضافه الى تركيب اخر مهم هو الانتركوليتد ديسك ويكون على شكل ستيبس. ليش؟ لانه هو يربط خليه ترانسفير خليه مع خليه اخرى، وايضا يربط خليه يعني جانبيه وعرضيه بشكل جانبي وعرضي، ولذلك يكون على شكل ستيبس مثل الدرجه. لاحظوا هنا هاي صوره اخرى، هاي زت لاين اول ساركومير، تو زت لاين سوينا ساركومير، هنا سترايشن، هنا الام لاين نص منطقه الازون الميتوكوندريا بشكل كبير، ونشوف الانتركليتد ديسك الترانسفيرس لاين بالفاشي ادهيرنس وبالماكولي ادهيرنس اللي هي نوع من الانجكشن الترانسفيرس. باللترا نشوف جاب جكشن، نشوف جاب جكشن هنا الجانب يكون فاشي ادهيرنس والماكولا، وهنا بالجانب نشوف الجاب جكشن. الجاب جكشن طبعا الانتركليتد ديسك ابير از دارك ترانسفيرس لاينز بتوين ذا مسل فايبرز اند ريبريزنت سبيشلايز جكشن كومبلكس. بالمجهر الالكتروني راح نشوفها تتكون من ثلاث انواع، الفاشي ادهيرنس سيميلر تو زونيولا ادهيرنس، والماكيولا ادهيرنس اللي هي الديسموسو يعني هاي حتى بريفنت ديتاتشمنت اوف كاردياك مسل فروم ون انذر، والجاب جكشن اللي هو يسوي الكوميونيكيشن انتقال الالكترونيك يعني الايونز يعني من خلال بين الخلايا عضلات القلب. هنا صورة لنا بعد راح نشوف الخليه العضليه، نشوف ايضا ساركوبلازم ريتيكولوم تكون يعني ويل اورجنايز بس ليس دان سكليتال مصل، ليس دان سكليتال مصل. نشوف يعني الشبكه الاندوبلازميه ايضا هي عباره عن ممبرين ليميتد تيوبيولز، وهناك يعني فد موديفيكيشن اللي هو التيرمينال سيستيرنا راح تنتفخ في منطقه معينه القريبه لل
الترانسفير تيوبولز اللي هو عباره عن تحول بالغشاء الخلوي من سطح الخليه العضليه للداخل. فويا هذا التيرمينال سيستيرنا مال شو اسمه مال الشبكه الاندوبلازميه راح يكون لنا تركيب نسميه دايت. هنا ايضا قلنا بهذا الفتحه من الغشاء الخلوي ويا التيرمينال سيستيرنا وكونت رايت بالسكريتر مصر راح ينفتح بالاي اي باند، بينما بالكاردييك مصر راح ينفتح بالزت لاين، ينفتح بالقرب من الزت لاين. هذا اختلاف ثاني. اول كون يعني شبكه اندوبلازميه بالكاردييك مصر، شنو الاختلاف عن الشبكه الاندوبلازميه بالسكريتر مصر؟ اولا تكون هناك التي تيوبولز اللي جايه ومن الغشاء الخلوي ونازل لاسفل لداخل الخليه العضليه يكون محاط بتو سيستيرنا، تو تيرمينال سيستيرنا بالخليه الهيكليه او الخليه سكريت المصل، تو سيستيرنا بالجانبين، تو تيرمينال سيستيرنا وكون تركيب الترايك، بينما بالخليه العضليه العضله القلبيه بي موجود هذا التي تيوبولز لكن وجود وان سيستيرنا وان تيرمينال سيستيرنا بشبكه الاندوبلازميه مكون تركيب نسميه الدايت الثنائي. هناك قلنا ينفتح بالاي اي اي جنكشن، هنا ينفتح بالزت لاين بالقرب من الزت لاين، الاختلاف بين الشبكه الاندوبلازميه الموجوده بالسكلتال مصل اند الشبكه الاندوبلازميه والتيوبولز الموجود بالكاردييك مصل. النوع الاخر هو السموث مصر. السموث مصر يختلف شويه عن النوعين الاخرين. راح تكون الخلايا ما بها سترايشن، راح تكون خلايا على شكل سبندل شيب، هناك سلندر وسلندر غير متفرع للسكريتال وسلندر متفرع برانس للكاردياك، هنا على شكل سبندل شيب. هنا ايضا النواه سنجل مثل اللي موجوده بالكاردياك بس تختلف عن السكليتال، او اوفويد اوفل مشابهه للي موجوده بالكاردياك ومختلفه عن اللي موجوده بالسكليتال، ومكانها بالسنتر، مكانها بالسنتر مشابهه للموجوده بالكاردياك ومخالفه للموجوده بالسكليتال. راح نشوف ايضا الخليه هي ما دام خليه تحتوي على ساركوبلازم، سايتوبلازم ب مايتوكوندريال عدد كبير، برف اندوبلازم في الكلام، بجولجي كومبلكس، وايضا موجود بيزل لامله اللي تنطينا الفايبرز والبروتوبلايكين ريتش ماتيريال وتايب 3 كولاجين فايبر. بالاضافه راح نشوف الاكتين والمايوسين فيلمنت، يعني كمحتويات خليه يعرف اندوبلازم جولجي ابريتس وبقيه المحتويات. ايضا راح نشوف يعني داخل الخليه موجود اكتين اد مايوسين مثل ما موجود بس هنا أنا اكو اختلاف عن ما موجود بالنوعين السكريتال والكاردياك. راح تكون انفولنتري يختلف عن مثل يعني مشابه للكاردياك ومختلفه عن السكريتال، وما راح نشوف سترايشن، ما راح نشوف سترايشن. الحقيقه المايوفيلمنت الاكتين راح يكون على شكل مشابه للموجود بالسكريتال عند كاردياك مصر، موجود بالسايتوب بس يرتبط انجر تو الفا اكتينين دينس بوديز، اكو مناطق بالغشاء الخلوي للخليه للسموث مسلز نسميها دينس بوديز راح يرتبط بها الاكتين، متكونه من الفا اكتينين راح يرتبط بها الاكتين والمايوسين، الاكتين فقط. اما الثيك فيلمنت المايوسين فيلمنت ليس ستيبل اند يكون less stable عن ما موجود بالسايتريتد بالسكريتال مصر. طبعا يعني تنتج طبقا لحاله الوضعيه الخليه، شو وقت ما تحتاجها تتكون انيا ونسبتها قليله، يعني اذا اكتين واحد يعني نسبتها 12 اكتين الى واحد مايوسين.
السايكو بلازم التركلام هنا الشبكه الاندوبليه الخليه يعني لا اراديه فما تحتاج تقلص بشكل بسيط، فلذلك تكون بورلي اورجنايز السايكو بلازم التركلام ويكون السيكويستريشن اوف اند ريدز اكاريسيوم تحتاج بشكل قليل لانه هي سلو كونتراكشن ولذلك ما راح نشوف لا تي تيوبلز لا دايت ولا اترايت. الحقيقه انواع السموث مصر عندنا صنفوها الى ثلاث انواع وفقا للديفلوبمنت شلون جت من يعني تطورها والبايوكيميكال اند فانكشنال. لو شفنا الفيزرال النوع الاول هو الفيزرال سموث مصر الموجود بالهولوثوركس والابدومن والبيلفس. هنا راح ينقل تكون تجهيزها العصبي قليل ضعيف فور نيرف سبلاي راح الخليه سيل ترانسميت كونتراكتايل ستيمولاي تو وان انذر من خلال الاباندنت جاب جكشن. من خلال الجاب جكشن راح تنقل الحركه يعني ولذلك تكون حركتها تكون كونتراكشن از سلو اند ويفي لانه فور نيرف سبلاي تكون الحركه يعني سلو بطيئه بشكل تموج. النوع الثاني الفاسكولار سموث مسل هذه جايتنا من الميزونكايم اللي موجود بال اراوند ذا ديفلوبمنت بلاد فيزلز راح تحتوي على انترميديت فيلمنت اللي تحتوي على اللي قسم من عندها فيمنتين اند ديسمين. النوع الثالث هو الموجود بالايرس هنا هاي نوعين عضلتين سفنكتر اللي يسوي انقباض والدايليتر بابيلي ماسلز لاني كل واحدة تشتغل بشكل واذا كان يكون هايلي يعني ريست نيرف سبلاي لانه هي من يعني ناشئه من مكان واحد من الاكتودير بس حركتهم يعني منفصله اندفجوالي وحده ما لها علاقه بالثانيه. هاي نلقاها بالسموث مسل اوف ايرس. صوره نعطيكم الغيابات. النوع الاخير قلنا احنا السموث مصر وقعدنا موضوع واحد خلصنا ان شاء الله الاصلاح في المصر
في حالة الأذى بالمسلز repair of muscle injury. طبعا هناك موجود اكو في حالة الوند كلوزر ميكانيزم، يعني هو يصير proliferation للفايبروبلاست الموجودة بالبيريميزيال عند ابيميزيال، البيريميزيال وعند ابيميزيال الكونكتيف تيشو راح يعوض ويسوي الوند كلوزر. لكن كالخلية يعني عضلية شلون راح يعني هذا بالوند كلوزر يشتغل من الكونكتيف تيشو اللي هو البيريميزيال وان ابيميزيو. بالسكيليتال مصل طبعا يصير تعويض للتلف اللي يصير بالسكيليتال مصل، بس اذا كان لايت يعني لايت تروما او يعني تروما خفيفه من خلال اكو موجود خلايا نسميها مونو نيوكليتد ساتلايت سيلز، مونو نيوكليتد ساتلايت سيلز هذه متوزعه طبعا الخليه العضليه يحيط بها هناك جروف موجود يعني يعني موجود بلازما ممبرين، الخلية العضلية بها بلازما لما او بلازما ممبرين ومحاطة بالكونكتيف تيشو، منطقة بين الكونكتيف تيشو والبلازما ممبرين او موجود جروف موجود بالخلايا صغيرة الحجم نجمية نسميها مونونيوكليتد ساتلايت سيلز. من يصير اذى بالخلية تتلف هنا هذه راح لها قابلية ان يعني تنقسم وتعوض الخلايا التالفة من الخلايا التالفة من السكليتال مصل. هاي في حالة إذا كانت تروما خفيفة، أما التروما الكبيرة فما راح يصير تعويض. الكاردياك مصل صعوبة أن يتعوض لأنه الخلية اللي تتلف يعني تتلف، لكن في التشايلد هود يعني راح يكون أكو تعويض بسيط من خلال الكونكتيف تيشو الموجود within the cardiac muscle. اما السموث مصل فهي خلايا يعني من تحتاج مثلا الموجوده باليوترس فيصير لها بروليفريشن لانه اكو موجود نوع من الخلايا هي اندفرنشيتد، من يصير حاجه للتوسع فراح بالمايتوزيس فتنقسم ويعني تعوض يعني الخلايا التالفه او تريد تتوسع هي نفس الاورجان يتوسع فبالانقسام فلها قابليه ان يعني الوجود اكو خلايا غير متميزه اندفرنشيتد مونونيوكليتد سموث مصل هذه يعني تسوي بروليفريشن وتكون لنا نيو مصلز فايبرز. انا اشكركم، اذا اكو سؤال راح افتح ال اي اند كيو. من عنده سؤال طلاب؟ Q&A session has started. طلاب من عنده سؤال؟ Q&A session is over. لا من عنده سؤال؟ سلايد 15 اوكي.
قلنا هذا سنسر او ريسبترز للاحساس. احنا عندنا الموتور نيورون ينقل الاكشن على المصاص حتى تتحرك. بس هنا في بعض الاحيان يعني احساس ينقل الى الجهاز العصبي من خلال وجود هذه السنسرز او اسميها السبندل، ينقل الاحساس الى الجهاز العصبي. يعني ينقل من الجهاز العصبي للاكشن الى العضو هذا بنسميه الموتور نيورون. اما اللي ينقل الاحساس من يعني من الجهاز الى الجهاز العصبي من الجهاز يعني الخاص مثل سكليتال مصل او غيره الى الجهاز نسميه سنسر. فالسبنسر بالخلايا السكليتال مصل نسميه مصل سبندل. مصل سبندل طبعا هي نوعين، المصل سبندل اكو نسميه هذا النوع الموجود يعني الموجود بالسكليتال مصل، هذا عباره عن كابسول فد يعني شلون تصوريها مثل يعني حبه الفاصوليه موجوده على السكليتال مصل. هذه هو عباره عن كونكتف تيشو، هذا الكابسول داخله اكو مساحه نسميه يعني فلويد فيل سبيس، وداخله اكو هذا من صارت يعني ادى هذا الكبسول على الخلايا العضليه. الخلايا العضليه الموجوده بالداخل راح يصير لها تحور، يصير لها تحور. التحور هذا يعني تفقد السترايشن هذا الكبسول كونكتيف تيشو. الخلايا العضليه هنا سترايشن اكو، بس بالخلايا يعني العضليه او العضلات اللي موجوده بالسبندل راح يصير لها تحور. هذا التحور اما يعني تفقد السترايشن والنيوكليوس تكون على شكل باك تجمع، اما على شكل باك او على شكل تشين، على شكل تشين. راح يجي نيرف فايبر يلتف على شكل سبايرال على هذا الباك وعلى التشين، ويروح من هذا المكان المن للجهاز العصبي حتى ينقل الاحساس، حتى ينقل الاحساس. هذه الموجوده بالانسان نسميها الانترافيوزال فايبر اللي تلتف حول هذه العضلات وتنقل السنسر كسنسر لتنقل الاحساس الى الجهاز السباينال كورد وبعدين للبرين. النوع الثاني اللي ما ذكرناه هو نسميه جولجي تندن سبندل. هذه يعني موجود بمنطقه التقاء التندن بالمصل. هاي النوعين موجوده بالسكليت المصل. اما بقيه انواع السنسر ريسبتر او السبندل ريسبتر هي موجوده بالسكن، سبعه انواع، قسم كابسوليتد وقسم انكابسوليتد. يعني اتخذتوها وراح تاخذوها ان شاء الله بالثالث. هنا أنا من نوع السبندل من نوع الكابسوليتد، هنا السبندل من نوع كابسوليتد. بعد اكو سؤال طلاب؟ الموتر، الموتر هو يعني الاكزون. هسه راح تاخذون ان شاء الله بالسيشن الجاي تعرفون الموتر يعني السخريه العصبيه بها اكزون وبها بها زوائد. الاكزون هو اللي ينقل الايعاز من الخليه العصبيه الى الجزء اللي يستلم الايعاز نسميه الموتر، اللي راح يحدث عليه الاكشن. الرابط هذا الرابط. طلاب من بعد عنده سؤال؟ اكو سؤال طلاب؟
Q&A session has started. لا هو يعني كخليه واحده، يعني هو كفاكشنال، كفاكشنال يعني خليه واحده، يعني قاعد يمثل لك اياها. يعني مثلا المسل فايبرز هي عباره عن وان سيلز قاعد يمثل الجهاز العصبي، يعني الجهاز اللي يسوي الكونتراكشن، يسوي الكونتراكشن. شنو الفرق بين المايوفيبريل عن مسل سيلز؟ المسل سيلز الخليه بشكل عام، داخل المسل سيلز يعني احنا يعني المسل فايبر الخليه العضليه، يعني بالرسم مثل ما اخذنا، هسه نرجع للرسم. الفرق بين شنو ساركوبلازم ريتيكولوم، ساركوبلازم ريتيكولوم هسه سؤال نجاوب عليه، بس خلينا نرجع للرسم. هنا المصرف رسم، هنا المصل فايبر، هنا المصل فايبر متكونة من مايو فيبريل مصل فايبر، مجموعة مصل فايبر مصل فيزيكلز، مصل فيزيكلز باند باندر حزمة الألياف عضلية. الوحدة من عندهم نسميها مصل فايبرز. المصل فايبر متكون من مايو فيبريل. المايو فيبريل اللي يظهر عليه سترايشن، اللي هو اي باند. داخل المايو فيبريل اكو اكتين ومايوسين، اكو اكتين ومايوسين، يسمين ذني مايو فيلمنت. اذا الاكتين والمايوسين هو مايو فيلمنت، والمايو فيبريل يحتوي على الاكتين والمايوسين، بينما المسل فايبر تحتوي على المايوفيبريل، يعني عضله لييف عضلي وخيط بروتيني، هو المايوفيلمنت. المايوفيلمنت داخل المايوفايبر المايوفيبريل، المايوفيبريل داخل المصل فايبر، والمصل فايبر داخل المصل بشكل عام باندر، مصل باندر. نشوف بعد اكو سؤال. الساركوبلازم ريتيكولوم هو يسوي سيكويستر. شنو يعني؟ يخزن الكالسيوم، وش وقت ما تحتاج الخليه حتى تسوي كونتراكشن تحتاج كالسيوم، راح ينطلق من الشبكه الاندوبلازمية، يروح يرتبط بالاكتين. بمحل ارتباط الاكتين اكو بروتين مرتبط ويا الاكتين نسميه تروبانين، يرتبط الكالسيوم به. طلاب بدأت عندكم محاضرة المصل ديسوردر ويا دكتور منطق. بعد اكو سؤال؟ اكو سؤال طلاب؟ نحفظها لان بيها موتور وقطع شويه صعوبه من حيث الكتابه، ما اعرف ايش تقصدين، ما اعرف عبد الله ايش تقصد، ما اعرف.